مساء الخير من هلا لندن تي في حلقه جديده من سياسي بالامس شيعت بليد الجنوب ثلاثه اطفال وجدتهم الى مثواهن الاخير انها جريمه مروعه بالنسبه الينا نحن اللبنانيين فما بالكم بما يشده قطاع غزه وما يتعرض له اهل غزه من جرائم حرب اسرائيليه لكن وسط كل هذا الحزن لابد لنا كل من موقعه ان نحاول ولا سيما الاعلام أن نحاول فك شفرات المرحلة التي نعيشها والتي نحن مقدمون عليها إنها أحداث صعبة مؤلمة موجعة إنها أحداث تاريخية تمر بها المنطقة وقد ترسم من خلالها معالم المنطقة لعقود مقبلة في حلقة اليوم قراءتين من ضفتين سياسيتين متباينتين ارحب في القسم الاول من الحلقه بالاستاذ حسن الدر الصحافي والباحث السياسي مساء الخير استاذ حسن سعر. بهذا القسم الاول راح تكون ضيفي وفي القسم الثاني سعر. سوف يكون ضيفي الزميل الصحافي والمحلل السياسي الاستاذ توني بولوس عنوان القسم الاول اللي راح نحكي فيه هو هل طويت صفحه الحرب من لبنان لكن بداية أستاذ حسن نحن بكل مرة عنا جولة على بعض وسائل الإعلام التي تتناول مختلف العناوين اللي بدنا نحكي فيهم بفقرة بنسميها زابينج نتابع فهيدي القضية بهذا الشكل منا منا حق لحزب الله ولا حكر لحزب الله ولا هو بحق له يقرر نيابة عن اللبنانيين شو بده يصير وزير الخارجية الإيراني نقل عن السيد حسن نصر الله أو هو قال أنه تباحثوا بكل المعطيات وفي خطوط حمراء نحن لأنه البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول في اللحظة اللي جبهة غزة مفتوحة الكيان الصهيوني بوضع مربك ومنهار هون كيف فينا نقول انه كان دخول حزب الله ممكن يحقق نتائج ميدانيه اسرائيل استسلمت امام حزب الله يعني قبل ما تبدا المعركه وهذا الكلام مش مبالغه هذا كلام قيل على ألسنة الأمريكيين والإسرائيليين كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة حكومة العدو دعت التلفزيونات والصحافة العالمية حتى يقوموا على إحدى البوابات الحدودية الساعة العادية لتصوير آخر جندي إسرائيلي أستاذ حسن بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن النصر الله هل تستطيع اليوم في هذه اللحظة في هذه الليلة أن تقول بأنه شبح الحرب ابتعد أقله عن لبنان نحن عم نحكي عقد حالنا مساء الخير بداية الخير بالعكس عم نحكي بحرب مفتوحة إلى اليوم بغزة خلينا نسميها يعني ما يحدث في جنوب لبنان هو معركة على على الحدود بعمق معين محدد اذا بدك ضمن قواعد رسمت بعد ب 8 او بعد 8 تشرين من يضمن اليوم هذه القواعد القديمه معدله قصدك صحيح صار يعني واضح محدثه نعم فرض الميدان فرض تطور الميدان وتغير الميدان هو يوم بيوم من يضمن اي خطا مقصود او غير مقصود من هذا الطرف او ذاك ما يؤدي الى تدحرج المعركه وهذا من ضمن بس السيد حسن نصر الله قال في شغلتين ممكن نعم. يوسعوا دائرة الحرب أو يخدونها لحرب مفتوحة واحدة منهم تطور غير محسوب بيؤدي لتدحرج يعني اللي صار بعينات تفضلت بالمقدمة حضرتك نعم يعني شغلة يعني كبيرة شغلة طبعا إذا تكررت مين بيضمن أنه رد من حزب الله قاسي يكون يؤدي لقتل مستوطنين ما يعمل يكبر يوسع البكار أكثر ونروح على حرب مفتوحة ما نعم. حرب يضمن شيء ثاني الخط الاحمر الثاني اللي حكى عنه السيد حسن نصر الله هو موضوع القضاء على حماس ايه هو على حكي حمس. عن عن النقطتين وقف اطلاق نار ضروري ف... او فاذا اللي بدي اقوله نعم نحن قبل خطاب السيد حسن نصر الله كثرت التاويلات وخصوصا على السوشيال ميديا حمل الرجل اكثر مما يحتمل هو ما قال هيك هو لم يقل لا حزب الله قالوا نحن لا على الحياد ونحن فتنا بالمعركه ضمن تقديراتنا نحن وضمن ايضا ما تتطلبه المعركه هناك تواصل دائم بين حزب الله وبين حماس نعم. الى اليوم حماس لم تطلب النجدة هذا اللي يكون واضح للكل حماس الى اليوم وما نشاهده من افلام و تبث ويبدو انها تبلي بلاء حسنا على أرض المعركة فاذا نعم. لا يوجد اي داعي لفتح جبهه على مصراعيها ما يقوم به حزب الله اليوم يتناسب او يتوافق او وأكيد أنا معلومة حزب الله أو حماس راضية ومطمئنة لما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان وبالعكس يعني يخفف ضغط كبير عنها وهذا المطلوب في هذه المرحلة يعني سؤال أستاذنا نعم ممكن استطردت شوي بس لانه لا كثير لا لا حساس فضل. احنا بهمنا نعرف اذا إيه فتنا بحرب وشت. مفتوحه شو رح يتغير رح يتغير انه ما نشهده في غزه من دمار وقتل وجرائم رح نشهدوا في بيروت وفي الجبل وفي الشمال وفي كل لبنان بتصريحات الاسرائيليين مش تصريحاتنا نحن وقد تكون بطائرات امريكيه كمان بتصريحاتهم مش بتصريحاتنا فمش ممكن نعملنا هل دخول فتح الجبهه على مصراعيها بخفف الجرائم بغزه من قال هيك؟ ممكن يزيد ممكن يزيد فاذا المعركه تدار بحكمه في لبنان يجب ان يسجل كل اللبنانيين وسجل اكثر حتى الوزير السابق وليد تقييم لخطاب السيد حسن نصر كثير ناس سجلوا نعم ايجابيه بهذا إيجابي إيجابي الموضوع طبعاً. وفعلا في تجنيب للبنان لمجزرة كبيره حزب الله انا برايي اليوم ياخذ بصدره بصدر شبابه ما يحصل في الجنوب عدم توسعه هذه الحرب وبالتالي في حكمه باداره هذه المعركه طيب الان آه هل تستطيع ان تقول بانه خيار خيار حزب الله هو انه البقاء بهذه الوضعيه لحين انتهاء هذه المعركة أو الحرب الدائرة هي أكثر المعركة داخل غزة صحيح أنه قال الأمين العام لحزب الله بأنه المهم نحن بدنا نتأكد أنه تربح حماس تنتصر حماس يعني هذه نوع من خطوط حمر صحيح هيك صح هذا اللي قصدته؟ ايه انا اللي حتى بالمقطع اللي حطيته لما حكينا عن خطوط حمر اني خطين حمر نعم الخط الاول التمادي في لبنان والخط الثاني القضاء على حماس ولما السيد حسن نصر الله الزم نفسه بهذا الموضوع وهذه مساله قبل شوي تحت الهواء كنا عم نتناقش في فريقين عم, بت... عم رايحين بحرب بسموها بال... ب... باحدى المصطلحات حرب صفريه يعني ما في احتمال لمنطقة ممكن يتفاهموا فيها و... شبه معركة وجودية و... نعم معركة وجود كل واحد عبر عنها معركة وجود نعم فإذا حماس بالنسبة إلى أو بالنسبة لحزب الله بالنسبة لإيران بالنسبة لكل حلفاء حماس القضاء على حماس خط أحمر ممنوع وأيضا بالنسبة للأمريكيين والغربيين وحلفاء إسرائيل القضاء على بمعنى انه يعني اضعاف اسرائيل الى هذا الحد ممنوع فنحن فعلا يمكن من من اخطر المعارك اللي عم نشهدها لانه مش معروف مآلاتها لوين نحن لوين كيف تخلص هذه الحرب كيف ما هو السقف السياسي الذي يمكن ان تقبل به اسرائيل وحلفائها والذي يمكن ايضا ان تقبل به حماس وحلفائها وعتاب وعتاب الاصدقاء او عتاب الحلفاء الذي سمعناه خلال الايام القليله الاولى ببدايته ليه حزب الله؟ الذي وجه لحزب الله نوع من تسميع اذا صار الـ هذا الـ هذا نسمعه من اهل من الميدان من من اهل الخنادق وليس من اهل الفنادق بالاخر في في الميدان وانا اؤكد هناك تواصل وهناك توافق بين حزب الله وبين حماس وباقي الافرقاء الفصائل على الدور الذي يقوم به حزب الله اصلا ليس من الذي يطلب من حزب الله اكثر من ذلك لما حماس ذهبت الى هذه المعركه وحدها بقرار منها وحدها، بتوقيتها وحدها، حزب الله بدون ان يساله احد بادر وفتح جبهه من اجل التخفيف عن حركه حماس، قبل شوي قلنا هل يستطيع حزب الله ان يوقف الجرائم في غزه؟ اذا حدا حل... حدا على السؤال، ما حدا اذا فتحت الجبهه سؤال صعب يعني اذا فتحت الجبهه على مصراعيها يمكن بتطلق بتخفف الضغط الاعلامي عن غزه، وبيروح على مذبحه حقيقيه اكثر من اللي عم نشهدها، وبصير في جرائم اكثر من اللي عم نشوفها، فمش ممكن نعملنا؟ فاذا لا هذا العتاب وانا بصراحه وبامانه الوحيد الذي يحق له ان يعاتب ولا يحق لنا ان نساله ان نساله هو ابن غزه، هؤلاء اللي عايشين هلا بغزه اللي هن تحت القصف وتحت الدمار واللي هن عم يطلعوا من تحت الانقاض عم بيهتفوا للمقاومه، هؤلاء فعلا شو ما حكوا لازم نحن نقول لهم شكرا حتى لو اهانونا لانه اللي عم بيعيشوه ما حدا عم بيعيشه. قراءتك لما يجري في حماس هو انه هل هو انه حماس لا تزال ممسكه بالوضع ومرتاحه من الناحيه العسكريه ولا بتعتد انه هذا الضغط الكبير بالجرائم التي ترتكب بحق الناس وبحق المدينه ما في شك ما في شك انه بيضغط عليها نوعا ما ما في شك انه البنيه العسكريه لحماس وهذا باعتراف عم تقرا حضرتك ومتابع نعم. جيد البنيه العسكريه لحماس لم تتضرر وحتى الاسرائيليين امبارح انه لا يمكننا الحديث عن تضرر كبير لحماس ولكن بالاخر حماس آه هن بشر هن ناس عندهم مشاعر هؤلاء اهل وناس وهذا الضغط الذي يتعرضون له حتما بيأذيهم نفسيا ولكن برايي وهذه دينا حركات المقاومه من فيتنام لكل المسارات الاصلاحيه بيدفعوا الاطفال صح والمدنيين بيدفعوا ثمن بس المقاتلين يعني بيصير في عندهم رغبه اكثر بالانتقام نعم ورغبه اكثر بالصمود وبالاخر اذا بنجي هلا نستسلم مثل ما البعض عم يفكر او بنجي هلا نخرج من من غزه شو ممكن عملنا يعني بنكون عملنا عمليه نوعيه او شيء هذا النصر التاريخي اللي صار الاسطوري ب 7 تشرين بنضحي فيه اضافه ل 10000 شهيد الى اليوم بنضحي فيهم كرمال شو؟ فقصدي عم بقول كل ما عم تكبر فاتوره الدم اللي عم تراكمها اسرائيل في في غزه ها عم بخلي حماس تتشدد اكثر تتمسك اكثر بمواقفها ومش رح تقبل تنزل عن سقف سياسي بيوازي مش رح يوازي اكيد لانه صار ب 27 كثير ضخم كثير كبير بس انه لازم فعلا ما حدا كان متخيل انه بيكون في شيء هيك يعني حقيقه ولا كيف. حتى اذا واحد كان بده بيتح... مثل ما تفضلت يتخيل يرس... يحلم انه يصير هيك ما بيصير ما بي... ما بيشتح خياله هالقد فاذا نحن بمرحله في تحول كبير صار ما بعد 27 سبعة... سبعة حتما مش مثل ما قبل اسرائيل بحاجه لكثير وقت لترمم هذا اللي بسموه قوه الردع وحتى ليرمموا الثقه بين بعضهم اجهزه الاستخبارات من كان موساد وشباك وامان وحتى الجيش والجيش والمنظومه السياسيه في خلل حقيقي كثير كبير هذه العوره كشفتها 27 تشرين 7 اكتوبر انا اللي عم أقوله استاذ حتما هذا هذه الجرائم ما بتعمل ردع على اسرائيل وما بتبين انه انت عندك هذه يعني ما بتخوف يعني وما بتحمي اذا بدك ما بتطمئن مستوطنيك لليوم المستوطنون في غلاف غزه عم بيقولوا لن نعود لذلك لذلك يعني تطرح النقطه وما هو اليوم التالي عن انه تعرف انت الحروب تبدا لكن لحظه بدء الحروب يبدا من يفكرون بالسياسه مثل يبحثون صيني. مثل صيني شهير أي. دائما انه عندما تريد ان تبدا حربا اسال ما هو اليوم ماذا سنفعل في اليوم الثاني؟ تماما بلينكن بزيارته الاخيره للمنطقه ولقائه مع وزراء الخارجيه كان عم يعمل عصف ذهني عن اليوم الثاني، عم بيسال طب هذه الحرب انتهت، من يدير غزه؟ كيف تدار غزه؟ كيف يمكن اعاده يعني الاعمار؟ وكل هذه المسائل اذا بلينكن اللي هو وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه اللي هي القوه الاقوى في العالم واللي هي الراعي الاول ل... لأسرائيل. لاسرائيل لليوم هن مش عارفين شو الصيغه التي يمكن ان تنتهي عليها بالاخر لما يسال شو ممكن نعمل يعني ما في افق سياسي و... ويؤشرون انه الاسرائيليين مش عارفين وين رايحين الاسرائيليين يعني حتى هذا سمعنا هذا قرأناه عم بيقولوا لنا الاسرائيليين طب تعال قعدنا على الطاوله انت لوين أن رايح كيف تخلص حربك قل لي هذه اهدافك السياسيه شو ما تقل لي القضاء على حماس قضاء على حماس يعني اخراجها الغزه لانه اليوم استاذ علي اللي بيجي بيقول لك حماس ماخذ الناس دروع بشريه انا ما بقدر أصدق الا اهل غزه مثل ما قلنا قبل شوي والعتب عليه عنهم مرفوع عنهم واللوم مرفوع عنهم طيب هودي اللي عم يطلعوا من تحت بيكون حامل ابنه وعم بيهتف للمقاومه ها بتقول لي عنه درع بشري لا ها هو المقاومه ما المقاومه هي بيئه حاضنه كمان ما المقاومه <applause> بدون هؤلاء هي شو بتقدر تعمل يعني لو ما هؤلاء حامين حماس ما هن بيزعبون لحماس كانوا فاذا الافق السياسي لهذه الحرب غير واضح الى اليوم الى هذه اللحظه وبدليل هالحراك السياسي اللي عم نشوفه ان كان امريكي وان كان خليجي وان كان اوروبي وان كان ايراني كله عم بيحاول يلاقي مطرح مثل يعني العباره الشهيره لانزال اسرائيل عن هذه الشجره انه يجب ان ترضى اسرائيل وامبارح قريت بواشنطن بوست بعتقد احد المقالات انه بلينكن جاي يقنع اسرائيل او عفوا ويليام بيرنز جاي يقول لهم لازم تقبلوا بالهزيمه بالهزيمه اللي صارت ب 27 لاقوا ما فيكم تكملوا بهذا المسار الاجرامي بغزه العالم ما عادش يحمل الشارع العالمي كله الراي العام العالمي كله وهذا قالوا النفط لبنت قال الراي العام ينقلب الوضع ليس في صالحنا هناك شعور نعم. عمل جولة بولايات كثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة إذا بدك تجديد الدعم لإسرائيل وهذا غير متوفر لأنه فلنفرض أنه أنه صار في قتل مدنيين إسرائيليين حسب تعبيراتهم هذا يبرر ما يحصل؟ هذه الإبادة الحقيقية اللي عم تصير حمام دم مفتوح من بيقدر إذا إذن بتقديرك أنه اللعبة, لا يعني اللعبة لا تزال قائمة داخل قطاع غزة ويمكن ان يخرج الاسرائيلي بخفي حنين من هذه وجهه نظر استاذ علي نعم. على هو وعلى قناه محترمه مع العفو. مقدم محترم ما حصل في 2006 سيتكرر بشكل اخر بشكل او باخر 2006 كلنا نتذكر وحضرتك كنت بقلب المتابعه صحيح باول اسابيع كان الشروط عالية جدا، السقف الاسرائيلي، القضاء على حزب الله واخراجهم من جنوب الليطاني، وتسليم الاسيرين دون قيد او شرط، مش هيدا كان وحتى الامريكي كان كانت كونديليزا رايس قاعده مخيمه عنا وعم تحكي عن شرق اوسط جديد وعن مخاض لولاده جديده وكان مش عم بيقبلوا ينحكى معنا هالرئيس بري بمذكراته اذا بدك وذكرهم الوزير علي حسن خليل بكتابه عن حرب تموز وحتى الرئيس بري بيقولوا يعني بكذا مناسبه انه ديفيد وولش لما كان يجي او كوندليزا رايس ما كانت تقبل ما كانت تقبل تسمع الحكي بعدين بعد ما مرق ايام صار انقلبت الآية وطلع عم نشوف الأمور عم ترجع نفس المشهد عم نشوفه ببلش بهذا السقوف تنخفض شوي شوي لنوصل لمطرح لما إجا وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بوقتها لما قال للرئيس بري ولحزب الله أنه إسرائيل تطلب وقف في النار تفاجئوا لأنه امبارح ما كانش الحكي هيك تماما ما دمنا نتحدث عن الرئيس بري والشيء بالشيء يذكر الرئيس بري استقبل اليوم آموس هوكشتاين وهو الموفد الأمريكي هو عادة يعني بتشوف هوكشتاين بيشتغل بعدة شغلات بيشتغل أمن وبيشتغل سياسي وبيشتغل بترول صح كله على بعضه آه. يعني تحسه بت... منيحة تحسه بالمحل نوفوتي فيه آه. كل شيء صح <applause> يعني بس لنكن يعني جديين بهذا الموضوع لا شك بأنه حامل رسالة حامل رسالة أمريكية وهذا يعني بالتوازي مع جولة بلينكن يعني أو شيء من هلا قول المعلومة ومنحلل أنا وأنت تفضل <applause> جاي يقول نفس اللي قالوه نفس اللي قالته السفيره الامريكيه من اول يوم ونفس اللي قالته السفيره الفرنسيه ايضا او وزيره الخارجيه الفرنسيه يريدون تحييد لبنان او بقاء لبنان خارج هذه الحرب او الحرب المفتوحه بالتحليل انه هذا الذي حصل بعيناتها اعتقد هذا بالتحليل اعتقد انه الامريكيين الاسرائيليين اجوا الاسرائيل. عبر ايه لانه انا باكد كمان معلومه يمكن تكون وردت مع حضرتك حزب الله ب 8 تشرين لما قصف قصف بمزارع شبعه. واذا بنقرا بيان يعني الحزب كان دقيق، حكى عن ضمن قواعد الاشتباك وفي 1701 بالمنطق عمليا انه نحن جايين نفتح جبهه هون. جبهة على منطقة متنازع عليها. 100% قطاع السطر اللي صار اللي غير القواعد اسرائيل بمنطقة الظهيرة بالقطاع الغربي قصفت بيت فيه ثلاث شباب لحزب الله واستشهدوا. وهذا اللي ادى الى التدرج والتدحرج، وقتها الاسرائيلي بعد مع اليونيفيل، بديش سميه اعتذار ولكن توضيح انه لم نكن نعلم على اساس انه هذا البيت مخلى، انه في اخلاء من هذا البيت، ولكن في في ثلاث شهداء بالاخر، حزب الله رد وبلشت تدحرج الامور. اعتقد هناك لها تحليل، قد يكون هذا توضيح اسرائيلي انه ما لكي لا تتدحرج نية. مدني على مدني 100%، ما في نيه بالقتل لانه الشهداء اللي سقطوا الاربعه بمنطقة اشتباك إذا بدك يعني المنطقة هناك بليدة أو أو عيناتها أو إلى آخره فأنا ها الشخصي مع التأكيد إنه كمان إذا لاحظنا هوكشتاين جايب ورقة مكتوبة يعني حتى هو عم بي عم بينقل تصريحه مكتوب كرر الموقف إنه لا نريد أن تتوسع هذه الحرب إلى لبنان والرئيس بري أبلغه اللي قال له من أول يوم نحن لا نريد هذه الحرب لبنان لا يريد هذه الحرب إذا أردتم وقف هذه الحرب أوقفوا حمام الدم في غزة وأيضا أوقفوا إسرائيل عن الاعتداء على لبنان؟ النقطة الأولى تستوقفني هي أوقفوا الحرب على غزة. هذه الحرب قد تستمر. ماذا يفعل لبنان؟ أو ماذا يفعل حزب الله؟ الخط يرفع من مستوى المواجهة؟ تست... قد تستمر، هلا بجاوبك على سؤال ثاني، قد تستمر صح، بس قد تكون لصالح حماس. يعني إذا إذا فلاديمير بوتين بيقول ستالينجراد جديدة عن غزة. نعم. اليوم استاذ علي هذه المشاهد لانه نحن كل يوم عم نشوف مشاهد دم وقتل وحتى بطولات بس هي يعني مش هتسجل بالتاريخ انه رغم كل الدمار والقصف واللي عم يصير بغزه بيجي مقاتل بيطلع من من بين الركام وبحط اه ايه طبعا 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 او اللي بيحط علم على الجرافه وبعد فيها الاسرائيلي بقلبها طبعا بيحط طب بحط عليها وبفل وبعدنا نحن عم نحكي بمنطقه نعم. هن الاسرائيلي بيقولوا منطقه رخوه طب إذا دخلوا إلى داخل مدينة غزة أو إلى داخل المخيمات في غزة حيث تنتظرهم حماس مين قال أنه استمرار الحرب سيكون لصالح إسرائيل ها واحد اثنان خلينا نقول من 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 اللحظه سيد حسن نصر الله الزم ان نفسه بخط احمر ممنوع هزيمه حماس وهذا بذكرنا استاذ علي لنشوف نشوف التحولات وهلا معك ضيف نصيحه كمان يقرا التحولات بواقعيه مش بشيء ثاني نحن نقول نصيحه ايه لانه هذا في ناس راحت اكستريم، كأنه نحن هلا قدام معركة أبيض وأسود. راحت اكستريم يمين واكستريم يسار. لا في مطرح بعد، السيد حسن نصر الله قال نحن بعدنا بكير على على الضربة القاضية. بعدنا قدام مسار، هذه معركة ضمن مسار طويل. بالنقاط. فيهدوا نعم. شوي الشباب كلهم يعني اللي من هالطرف من هالطرف يقروا بواقعية وبموضوعية. ب 73 أجا كيسنجر عند الرئيس حافظ الأسد وقال له ممنوع هزيمة إسرائيل. اجت اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه حطت خط احمر. اليوم زعيم حزب سياسي في المنطقه بيطلع بيحط خط احمر لمين؟ للامريكيين. هذا بدل انه العالم تغير اساس علي. مش عم بقول امريكا بعد القوه الاقوى كمان عشان ما حدا عم بيقول غير هيك، ولكن في تغيرات كبيره صارت بالعالم وبالمنطقه، خلينا نقراها على رواق، وخلينا نشوف الامور كيف ممكن تروح. لا يمكن استاذ علي ان يقبل هذا المحور حلفاء حماس وانا رايي حماس وحده تستطيع ان تمنع هذا هذا الهدف الاسرائيلي اللي هو القضاء عليها وشفنا الاسرائيلي اول يوم خطابه شيء وهلا لما قال انت عم بيقول سنه طب هذا شو بعد سنه امري تذكر كلامه بعد يعني, يعني كل هذه المشاريع التي يتم البحث اليوم كان في امبارح عفوا كان في اجتماع بالاتحاد الاوروبي للبحث بمرحله ما بعد ما بعد الحرب، والكل الكلام الغربي صح فلنكن صريحين هذا فقط بالمناخ الغربي هو مرحله ما بعد حماس، من سوف يحكم هذا القطاع؟ انت يبدو انك لا ترى خروجا لحماس من القطاع على شاكله تجربه لبنان سنه 1982 مع منظمه التحرير بقيادة أبو عمار شو, المقا... شو وجه المقارنة؟ طبعا هوني آه فلسطين هون فلسطينيين بلبنان فلسطينيين بفلسطين هودي أهل الأرض واضح. قبل شوي كنا عم هودي أهل الأرض هذه أرضهم هذه قطاعهم اللي هن معطينهم 360 كيلو متر قاعد فيه مليونان و 200 300 ألف صح الغربي عم يضغط صح الأمريكي عم يضغط وهذا بالتفاوض مشروعه انه كل واحد يحط اوراقه على الطاوله ويعلي سقوف سك... التفاوض ولكن هل قبل حلفاء الولايات المتحده الامريكيه واللي هم عاملين سلام مع اسرائيل بهذه الشهور ما قبلوا ليش مصر قبلت انه هي تدير القطاع الاردن قبلت لا لا المملكه العربيه السعوديه ما قبلوا حتى حتى السلطه الوطنيه الفلسطينيه حتى بقياده محمود عباس الرئيس محمود عباس ولا قبلوا ب... ولا قبلوا ب... بالموضوع ولا قبلوا بالترانسفير فاذا يعني ليس كل ما يطرحه الغرب انه يمكن صار قضاء وقدر راح يصير نعم الذي يحكم ويحسم هو الميدان انا برايي في في, في يعني حضرتك سالت سؤال بحب أجاوب عليه تفضل بس قبل الذي يغير اليوم الوقائع الرهان على عاملين العامل الاول هو حماس وصمودها الاسطوري اللي بعده مستمر اليوم والعامل الثاني هو المزاج الشعبي العالمي تحديدا لانه للاسف واحسن حدا يفكر عم نقرا حدا من بيروت وصل إلى الرياض عربيا إلى طهران إسلاميا الحراك الشعبي عم أقول ليس على قدر المسؤولية أو على قدر الحدث الكبير الذي يحدث في غزة إنما بالعالم بالخارج منه قليل عم شوف بواشنطن عم شوف ببرلين عم شوف بلندن عم شوف بكل هذه العواصم لا في تعاطف مع غزة من هذه الشعوب أكثر وفي تضامن وعم بغيروا بالرأي العام عم يعملوا تحولات كبيرة لتضطر انه سيلفيا يعقوب اللي هي موظفه بالخارجيه مسؤوله بالخارجيه الامريكيه قدمت استقالتها وكتبت على تويتر يعني انه وجهت رساله الى الرئيس اول مره وثاني مره وهي من ضمن هو عمليا العالم وعمليا هذا هو الغرب صح وهذا شكرا يعني لهذا ما في يعني ما مظاهره بموسكو ما في وحده ثانيه ببكين بلشنا من عندنا بلشنا بلشت من عندنا بلش من عندنا نعم نعم نعم. المزاج الشعبي النفس الشعبي وهذا عتب كبير هلا له اسبابه له اسبابه اكيد ولكن برجع بقول ما حصل في غزه او ما يحصل كان بحاجه لكمان تغير نوعي السؤال حضرتك انه ماذا اذا اذا كان اخراج حماس مستحيل برايي مستحيل شو شو البدائل وجهه نظري شو البدائل اذا اذا يعني البدائل التي تطرح يعني طرحت مسألة السلطة الوطنية الفلسطينية يبدو أنها قالت أجاب الرئيس محمود عباس أنه ما في شيء اسمه سلطة وطنية على دبابة توصل على دبابة إسرائيلية هذا واحد اثنين هناك مسألة قوات متعددة الجنسية أو شيء من الإدارة العربية الدولية لهذا القطاع هذا اللي عم ينطرح عم ينحكى يعني عصف فكري إذا جاز التعبير شو رأيك وجهة نظري نعم بس هذا مسار طويل ولكن خلينا نركز على الدور القطري بحكم العلاقات مع إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع إسرائيل مع مصر مع الكل إضافة إلى في نقطة أساسية ومهمة جدا أول ما صارت عملية 27 طلع كتار قالوا أنه هذا للإضرار بمسار التطبيع نعم طيب لهؤلاء مش الأمير محمد بن سلمان كان حاطط شرط حل الدولتين من أجل القبول بتطبيع بلى طيب هل الذي حصل ب 27 الا يمكن استثماره من اجل الضغط على هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الأكثر تطرفا بتاريخ هذا الكيان أوروبا تتحدث عن حل الدولتين أنا برأيي, كل الدول الأوروبية. أنا برأيي حماس بعلاقات التركية القطرية وبهذه وهي جزء من النسيج الإسلامي السني للأسف عم نقولهم بهذه الطريقة للأسف لا, لا إيه هذا الواقع هذا لا بالأسف عم استعمل هاللغة إيه. لكن لتقريب الفكرة إيه. في هذا العالم اللي رايح كله بهذا الاتجاه قد تكون شوف نيو حماس ضمن حل دولتين كبير او ضمن حل كبير في المنطقه يضمن للفلسطينيين حقوق افضل من الماساه اللي عم بيعيشوها كان بالضفه بالضفه رح يصيروا 200 شهيد من 27 لليوم السجن الكبير السجن ونباكين. الكبير اللي هون وهون فاذا اعطيت برايي الشخصي لانه للاسف كمان تجربه اوسلو للبنات السلطه الفلسطينيه ولو وصلت ما وصلت لسلطه مترهله اليوم غير حتى اهلها غير واثقين فيها وهذا عم وعم بقلب الضفه برام تحديدا انه اهل فلسطين في تلك المنطقه لا يثقون بهذه القياده لانه في تجربه قدامهم بالمقابل لا هذه حركات المقاومه لقوية بعد اوسلو عم تقدم نتيجه على الاقل عم تقدر تضغط او تقدر تعمل انجاز الغرب اليوم يتحدث عنه سيسجل في التاريخ لسبعة 27 فانا اللي بدي اقوله استاذ علي وبتمنى يكون عم عن بيش... عن شو... انا ما بعرف بس بتمنى وبعتقد بالاخر في دبلوماسيين عرب وفي في حركه عربيه سعوديه تحديدا بينت بعد حرب اوكرانيا بين في مرونه كبيره جدا وقدره قويه جدا على التعامل مع ازمه من هذا النوع سجلت المملكه العربيه السعوديه حضورا عالميا على ضفاف اذا بدك ما يحدث في اوكرانيا بين آه بين روسيا والناتو بشكل آه. اليوم انا اعتقد التواصل الايراني السعودي اللي هو ممتاز جدا وجيد جدا اضافه لهذا الحراك في عندنا قمه عربيه وقمه اسلاميه ايضا دا. قد يكون الدفع بهذا الاتجاه من اجل ايجاد صيغه حل وعلى فكره حماس ب 2014 حكت عن هدنه طويله يعني شبه قبول بحل الدولتين هدنا هدن طويله معي هنيه حكي كلام باخر باخر كلام له فاذا في امكانيه لفتح ابواب من هذا النوع سؤالي الاخير وبكلمه سريع. اذا امكن نحن. اذا امكن بكلمه الخطاب المقبل للسيد حسن نصر الله يوم السبت المقبل هل هو خطاب حرب او خطاب يترك الامور مفتوحه ربما باتجاه حلول خلينا نتفق انه هذا الخطاب هو خطاب سنوي يعني هو منه خطاب طارئ هو 11 11 ذكرى يوم الشهيد عند حزب الله نعم مسائبه انه بهذا بهذا الوقت كمان حضرتك عم تسال اسئله الناس بس بعرف انه حضرتك بتعرف مش حيطلع سيد حسن نصر الله يقول, يقول, يقول على الحرب. بلشنا الحرب مش هيك نعم انا وجهه نظري هذا الخطاب القادم هو تكمله لهذا المسار من هلا لوقتها يوم بيوم عم تتغير الامور، ساعه بساعه عم تتغير المعطيات، وايضا الحراك الدبلوماسي. انا برايي السيد حسن نصر الله سيكتب خطابه قبل بساعه. وبناء عليه يبنى على شيء مقتضى خلينا ما نستعجل ولكن لاصحاب الرؤوس الحاميه من عنا <applause> من فريق المقاومه وجمهور المقاومه، التمر مره برجع بعيدة. لا تحملوا هذا الرجل اكثر مما يتحمل، لا تلقوا اعباء، كونوا معه ولا تكونوا عليه، في مساله خطيره جدا اليوم في حاملات طائرات هون في غواصات نوويه هون هذا مش خوف هذا قراءه للواقع بالاخر لسنا انتحاريين نحن هذه المقاومه راكمت تجربه ايضا لا. تجربه في الميدان وتجربه في السياسه ولازم تتعاطى اصلا بعقل بارد مع هذه المرحله الخطيره جدا انا بدي اشكرك ان شاء الله على كل يعني الامور تروح باتجاه اللي بنتمناه كلنا ان شاء الله يعني لاهل غزه بدايه وللبنانيين بشكل عام انا بدي اشكرك استاذ شكرا انك لبيت دعوتنا لهذا دعوة. الحوار شكرا جزيلا بالقسم الثاني سوف نعود اليكم مشاهدينا الكرام مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ توني بولوس خليكم معنا عودة إلى معكم مشاهدينا الكرام بحلقة هاشتاغ سياسي هذا القسم الثاني القسم الثاني نستضيف الزميل الأستاذ توني بولس وهو الصحافي والكاتب السياسي أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا شكرا شكرا هذا القسم الثاني وهذا القسم الثاني رح يكون عنوانه الخطاب الثاني للسيد حسن نصر الله استاذ استاذ توني اموس هوكشتاين نبلش باموس هوكشتاين هو يعني اتى الى لبنان وقابل عدد من المسؤولين بتقديرك ما هي اهداف هذه الزياره؟ يعني معلش استاذ علي اذا بستاذنك هيك تا بموضوع تاني تفضل يلي هو تفضل. استهداف الصحفيين وشيطنتهم واتهامهم بالعماله الاسرائيليه آه، واستخدام هذا المصطلح الصهيوني على كل شخص هو خصم لحزب الله وانت تقصد الحبل على ليال على ليال وعلى و... دي مصادر وعلى زميل رامي وعلى كل الصحفيين اللي عم بيتشيطنوا بالشكل عم يتم هدر دمهم هيدي الحمله بتختلف عن السابقات اللي تعودنا عليها كثير شتائم لانه اليوم عم تطلع اول شيء بشكل ممنهج واضحه عم تطلع على لسان مسؤولين بحزب الله احد المسؤولين بحزب الله في هجوم عليك على... انت ما, ما بتشكي في... آه... آه... طبعا على الجميع يعني طبعاً. عم بيحطوا انه اللي بيلتقى هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأسامي يقتلهم وقتلهم هذا لانه هو عم يقتل مدني اسرائيلي وردا على الغاره الاسرائيليه وغيرها عم بيتم تهدر دم لبنانيين وصحفيين وناشطين سياسيين. انت بتعتقد بكل تاكيد وقت يكون على هذا المستوى من المسؤولين بحزب الله وصحفيين واعلاميين قريبين ونشطين من الحزب هذا منه صدفه اضافه لرسائل كثيره عم توصل سواء عبر مفادين قريبين من الحزب او حتى عبر اتصالات من الرئيس من افريقيا وغيرها استخدام ارقام وتهديد بالقتل وتهديد بالعائلات وغيرها، كله تهديد بعيد وغيره. اليوم نحن بحكشف يعني من خلال برنامجك عن تحرك رح نقوم فيه كمجموعه كبيره من الصحفيين اكثر من بس اثاره هذا الموضوع قدام الراي العام، نحن رح نتوجه للامم المتحده عند ورح نوصل رساله للامم المتحده عبر منسقه الامم المتحده في بيروت ايوانا فيرونسكا لحتى نطالب انه نحن الدوله اللبنانيه ما فيها تحمينا نحن بدنا نطالب بحمايه دوليه وحمايه امميه الدوله اللبنانيه يلي توجهناها لها بكثير شكاوى لتلاحق بعض الاشخاص ما عملت اي شيء ما حميت اي حدا شفنا في كثير سياسيين وناشطين تم تصفيتهم القضاء ما تحرك ما وصل لاي نتيجه فنحن قدام دولة فاشلة عاجزة عن يعني حماية مواطنيها نحن ما نطلب الحماية الدولية للصحفيين والناشطين والسياسيين واللبنانيين صار في <applause> توجه نحو وزير الداخليه على سبيل المثال رئيس الحكومه أه لينحكى كمسؤولين على الاقل يعني لا يعني هذا مش عم اللي جرب بستخزة مجرب بكون عقله مخرب يعني هودي هالادوات كلها تجربت واضح انه ما بتوصل لمطرح القضاء اللبناني هو قضاء يعني على على شاكله استمراريه لنظام العضومي السابق يلي يعني بيركب ملفات وبيفبرك ملفات وبيضب ملفات وبيفتح ملفات غب الطلب وبالتالي ما ما حياه الصحفيين الذين يتم تتم شيطنتهم بكل تاكيد بكل تاكيد هيدا التهديد بالقتل هو كانه القتل اليوم كمان بسال انا انه اذا صحافي من ضد حزب الله حكي كلمه اضربه اللي بيحكوها وين بيصير تاني يوم ما بيصير بالحبس ما بتتحرك النيابة العامة وأجهزة الدولة كلها سوا ضده لا نحن قدام دولة قدام نحن دولة صارت أداة عن حزب الله مطرح ما حزب الله ما بيوصل لك بالمباشر بيستخدم أدوات الدولة من قضاء وأمن وغيره تحت يوصل عند الباقيين وبالتالي هالدولة ما من نحن ما نتوجه للمنظمات الدولية راح يكون في كمان تعاون مع منظمات UNHCR مع الأمنستي مع Human Rights Watch وكل هالمنظمات الحقوقية والإنسانية عم بتواكب عملنا ورح نرفع الصوت لأنه ما بيجوز نسكت عن هدر دم زملاء و... و واشخاص فاعلين بالمجتمع ولازم بالعكس يكون كل احترام وما بتخيل هودي اللي عم بيهدروا دم ليال الاختيار او غيرها بيوصلوا وقت اجره لليال ولديما ولغيرهم معلش ويعني وصاري انا غيرت يعني بلشت بموضوع مختلف حقك ونحن نحترم وجهه نظرك اموس هوكشتاين في لبنان ماذا يمكن كيف تقرا هذه الزياره التي حصلت البارحه قابل هؤلاء المسؤولين وكانه في شيء من ينطبخ لتهدئه هذه الجبهه بشكل جدي يعني برايي لبنان. برايي الموضوع بطل محصور بلبنان واكبر من لبنان اليوم في صفقه كبيره عم يعني بيتم عرضها على مستوى الشرق الاوسط السلام في الشرق الاوسط اليوم بالمرحله السابقه قبل احداث غزه كان الشرق الاوسط رايح باتجاه السلام السعوديه كانت عملت اتفاق تطبيع مشروط باقامه دوله فلسطينيه وكان في توجه بهذا الاتجاه وكان الفلسطينيين حيحصلوا على دوله ضمن حدود 67 عاصمتها القدس الشرقيه وهذا كان شرط المملكه العربيه السعوديه الوحيد لحتى تتخطى ونقدر نروح على العمليه اجت العمليه وظروفها واليوم في كثير سيناريوهات احدهم انه هدفه فركشة هذا المسار لأنه إيران بدأت تقعد على طاولة المفاوضات وبدأت تكون شريكة بحصة معينة من الشرق الأوسط الجديد وبالتالي اليوم على تحت وطئة الحديد والنار الصحة التعبير والحرب وطبول الحرب بالوقت ذاته في مسار آخر عم بصير غير ما الناس ملتهية بالحرب بالأزايف بالقتل بالدمار في مسار آخر عم بينشغل عليه هو عمليا عرض أنه في هذا الباكيج للأطراف الإقليميين كنوا سوا تفضلوا بلوا بهذه الصورة الصفقة وليؤمن السلام في الشرق يعني والصفقة. أنت يعني عمليا تتحدث عن مرحلة ما بعد حماس أو تتحدث مرحلة. آه، وقف اطلاق نار بوجود حماس في في غزه شو اللي شو هو باكج على على شو دولتين حل الدولتين شيء من النوع يعني حل الدولتين لا مفر منه هذا امر واقع والجميع بات يعلم حتى الاسرائيليين يلي جربوا يهربوا منه بكثير مراحل اليوم ما بقى فيهم يهربوا بيعرفوا حل الدولتين هو اساسي نعم. لبقائهم وحتى لبقاء اسرائيل فما فينا نتجاوز هذا الامر ثانياً حماس برأيي يعني راحت صارت من الماضي نتيجة اللي صار ما فيها تكون موجودة بالمرحلة المقبلة لا أسباب فلسطينية ولا أسباب إقليمية أسباب فلسطينية حماس هي جزء وهي جزء من الصراع الفلسطيني وهي من أضرف وضرب القضية الفلسطينية لكن هي جزء من جزء من هذا المجتمع أيضاً جزء من هذا, هذا, هذا المجتمع ولكن هي جزء مدعوم من الخارج هي جزء ممول من الخارج هدفه ضرب الشرعية الفلسطينية اليوم ما حتى نقدر نعمل دولتين دوله فلسطينيه بده يكون في شرعيه هاي الشرعيه بدها ترجع هي تفعل تحكي باسم الفلسطينيين ما في يكون في ازدواجيه سلطه في بالقضيه الفلسطينيه لانه هذا بيجهضها اللي بده يصير اكيد في مخرج وهون بدنا نطلع بالايام اللي على القمه الطارئه اللي دعت لها المملكه العربيه السعوديه بالرياض يلي هي حتكون مسار مسار اولا ليكون في ممرات انسانيه مستمره لهدنة مؤقتة أقلها تضمن حياة المدنيين ولحتى نفكر بما بعد غزة لأن الإسرائيليين برأيهم هن بجربوا نضير هن يدير يكونوا موجودين بالقطاع قطاع آه غزة العرب عم بيقولوا لهم ما فيكم أنتم تديروا قطاع غزة قطاع غزة هو عربي ويجب أن يدار تحت رعاية عربية وفي كتير عده اقتراحات تناقش بجامعه الدول العربيه، برايي رح يكون للدول العربيه دور اساسي باداره قطاع غزه بالمرحله المقبله أه لحتى يكون جزء من الدوله الفلسطينيه بوقت لاحق لانه ما في امكانيه سلام بالشرق الاوسط ما هو الهدف الدولة. برايك؟ هوكشتاين نعم. هو جاء بصفته موفد من الرئيس بايدن نعم اكثر من بس عمليا ترسيم الحدود يلي هو احد بنود أه اللي جاي يعمله هوكشتاين ايضا إجا بعد ما كان في زياره وزير خارجيه الولايات المتحده انطوني بلينكن للعراق والرساله اللي ارسلت من بغداد لطهران لنقلت حول شروط الولايات المتحده الامريكيه نقلها محمد شياع السوداني رئيس الوزراء, الوزراء العراقي اليوم صح. قدام ايران باكج ديل اذا صح التعبير بالمنطقه هذا الباكج ديل بيختلف اكيد بيقلص نفوذها ولكن شايف بالمقابل شو فيه يعني عم بيقولوا للامريكيين والغرب في هذا الديل بيخفف خسائرك بهالديل وفي بالمقابل نحن عم نقول ما بتكون هالديل في طبول الحرب موجوده، الاساطيل موجوده، هالتعزيزات الامريكيه والغربيه كلها قائمه جدية وقادره تعمل بال... تثبت ت... هذا الامر بالعسكر وبالقوه، وبالتالي ايران دائما بتهرب لقدام، ايران ما بتحارب بالايرانيين، بتحارب بأزرعة وبالشعوب الأخرى من هون من هالنقطة هون خطر يطلب من حزب الله الانخراط اكثر في المعركه في هذا الاطار والشيء بالشيء يذكر كيف قرات كلمات السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله يوم الجمعه الفائت لا بصراحه انا شخصيا من الذين يرفضون الانخراط بحرب لانه نحن آه لبنان لا يحتمل حرب جديده ونحن ما بنحتمل انتصار اله جديد على ركام لبنان وعلى اشلاء الشعب اللبناني نعم. ولكن خليني انا اكون مطرح امين عام حزب الله انا حاكي كل الحكا... الكلام الحكي الكلام اللي حكيه واعد الوعود معلي السقف اللي انا اللي معليه وحده الساحات العدو الصهيوني الصلاة في القدس تحرير فلسطين إزالة العدو كب اليهود بالبحر كل هالشعارات تصير هالحادثة أنا بكون خزلت نفسي وخزلت مجتمعي إذا ما بقدم مع هذا العمل وبالتالي إذا بدي يكون قراءة مقارنة مع خطاباته هو السابقة هو كذب على الناس هو ما كان قد المرحله هو انهزم فعليا اذا بدي احكي على مصلحه اللبنانيين اكيد هذا التراجع يصب بمصلحه اللبنانيين بس بكل تاكيد يعني حسن لازم نصر الله ما اخذ يعني تشكر السيد حسن ما اخذ هذا الامر انطلاقا من مصلحه اللبنانيين انما لانه قبل بيومين كان عنده اسماعيل قاني ببيروت وبلغوا شو لازم يحكي وبلغ الخيوط الحدود اللي في يحكي فيها وشو دوره بهذه المرحلة بهذه المرحلة كل حسن نصر الله وحزب الله بتوطير محدود على الحدود الشمالية والجواب عنده أطلع عدة اطلالات كل اطلالة هي فرصة حتى نشوف اذا تغير هناك 11, 11. هيدا هون تنشوف اذا تغير القرار الايراني ولا برأيي ب 11-11 القرار الايراني بعده نفسه لانه المعطيات الاقليمية بعدها اخذ ورد وما في حسم على المستوى لكن هناك المعطى اللبناني هناك الاطار اللبناني يعني عمليا حزب الله لا يتحرك في فضاء فارغ يعني بهذا المعنى هو له جمهور له ناس له بيئه هذه البيئه يعني اذا في حرب سوف يقع على عاتقها تقل كبير بهذه الحرب ربما اخذ بعين الاعتبار مصالح البيئه ومصالح ربما اللبنانيين لماذا تبخس السيد حسن نصر الله حقه بان تنظر بإيجابية لكلامه ما بخص حقه بس اليوم واضح الموضوع أه وزير خارجية إيران وقت كان بتركيا أو وقت الجراحة لنيويورك كان عم بيحكي باسم حزب الله عم بيقول إذا إذا إسرائيل ما رح توقف دوينا على غزة نحن ما نضطرين نحرك الجبهة الشمالية وحزب الله بده يطلع يعني هو هن الايرانيين عم بيحكوا مباشر باسم حزب الله وبالتالي هن عم بيقولوا انه هذا الحزب هو احد من بنحركه اذا اذا وصلنا لمطرح مضطرين نحرك هذا هذا الزراع بالتالي ما عم بيبخص هذا هن عم بيعلنوا وحتى حسن نصر الله نفسه يلي بيقول انا جندي في ولايه الفقيه يعني مش انه عم نحن عم نفتري عليه حسن نصر الله وحزب الله قرار عند الايراني وهن جيروا قرار الحرب والسلم في لبنان لمصلحه الايرانيين، من هذا المنطلق نحن كلبنانيين يعني كحكومه بنشوفها واقفه هيك عم تتفرج لا تملك ورئيس الحكومه اعترف علنا بيقول انا لا املك لكنه التفرج. حاول يقال انه حاول شو شغله وسيط؟ هو شغل رئيس حكومه وبغياب وبغياب رئيس تنقل صلاحيات يعني كقرارات امنيه وعسكريه الى الحكومه بس اللي اللي قصدي اللي انه الرئيس نجيب ميقاتي عمل جاهدا على اكثر من خط من اجل ان يوصل الرسائل وان يكون ايضا وان يمثل شيء من الضغط اللبناني على قياده حزب الله انه اياكم ترتكبوا ربما آه، هذا الخطأ يعني بالدخول في الحرب، يعني هل تعتقد انه هذا كلام صحيح؟ كلام يجب... انا اللي شفته واللي تابعته انه كان عم ينقل رسائل الغربيه وخاصه الامريكيه والفرنسيه يلي عم بيقولوا له ما تعملها لانه اذا اذا عملتها في بالمقابل تدخل راح يكون مباشر من الولايات المتحده الامريكيه. التدخل الامريكي كان واضح وابلغ فيه حزب الله اكثر من مره، اذا خطيت خارج الحدود المسموحه نقل الولايات المتحدة الأمريكية جزء من الحرب المقبلة على حزب الله على وعلى إيران أه وهذا أكد المصر. الأمر أكد الأمر الأمين العام لحزب الله عندما قال بأنه بلغتنا رسائل وتهديدات مباشرة لحزب الله ولإيران صحيح نعم بخطابه قال صحيح. صحيح هو اعترف فيها والإيرانيين يعني كمان واضح أنه آآ آآ وصلت لهم الرسالة وعم بيتحركوا بهذا ماذا عن الخطاب الثاني؟ الخطاب المقبل اللي الناس يبدو قلقهم أقل بس منو مرتاحين 100% انه الناس بلبنان انه ما راح يصير في حرب برايي بعد المعادله الاقليميه على المستوى الدبلوماسي بعد ما كان ومسائب اطلالته رح تكون ب 11 11 يعني يوم يلي بكون في القمه الكمة العربيه وبالتالي ما بيكون بلور شيء على المستوى الاقليمي الا اذا كان في قرار ايراني مسبق تطير نتائج القمه العربيه تروح على على مطرح ثاني هيدا هون الـ الـ يعني تخشى من حرب بعدك بعدك مش شيء للحرب من أكيد بيتها. أكيد ظروف الحرب لا تزال قائمة لا تزال قائمة بأي لحظة اليوم حسابات الميدان ممكن بأي خطأ تروح لمطرح تاني كليا آه الإسرائيليين بهجومهم الوحشي على العائلة المدنية وقتل أطفال أبرياء آه في الجنوب هيدي يعني كان ممكن تأخذ الأمور بمنحة آخر تماما فعمليا ظروف الحرب بالميدان تختلف عن الظروف السياسيه وبالتالي لو كان في تخطيط وفي هوامش معينه بالسياسه ممكن اي خطا يرتكب ما حدا من الاطراف بقى فيه تراجع على وراء وبتنزل الامور حرب تموز 2006 ما هو حسن نصر الله نفسه قال إيه لو كنت اعلم كانت الحسابات انه يخطفوا جنود اسرائيليين ويعملوا فيهم مبادله صرنا بحرب بقي 33 يوم دمرت البلد كله سوا واخر شيء اختصرناها لو كنت اعلم هلا اختصرنا اياها لو كنت اعلم لم اكن اعلم فهودي الشعارات اخر شيء هو شعارات مدمره للبنان ما فينا نضلنا كمان نحن تحت حسابات امين عام حزب الله كيف شو بيعلم وشو ما بيعلم وانت بده يعلم اليوم نحن الاستراتيجيه النهائيه اللي تكون نرجع لبناء الدوله تطبيق 1701 هو ضمان للبنان يعني 1701 يلي وقع عليه حزب الله ما هو وافق عليه بال2006 عندما انتهت الاعمال الحربيه حزب الله موافق على بنوده. عاموس تحدث وهو خارج من اجتماعه مع الرئيس نبيه بري البارحة قال 1701 الفرنسيين يتحدثون عن إعادة إحياء ونفض الغبار عن 1701 لأنه ما بعرف قديش باقي منه ل 1701 منذ أربعة أسابيع حتى الآن لكن هل تعتقد أنه رح نقدر نوصل لوقف إطلاق نار جدي أقله على الجبل اللبنانية؟ برايي بالوقت الحاضر من الصعب الوصول لوقف اطلاق قبل قبل لانه وقف اطلاق النار اليوم مصلحه مشتركه لاسرائيل وحزب الله صحيح فيها آه تضحيات وعم بيسقط فيها آه يعني فيها كلفه باهظه لحزب الله وحتى للاسرائيليين ولكن هيدي مصلحه مشتركه اليوم الاسرائيليين مستفيدين منها انه هي تهديد على الجبهه الشماليه عم بيستقطبوا تعاطف غربي كبير وعم يستخدموا كمان دعم مالي وعسكري ضخم على هذه الجبهه، بالوقت ذاته حزب الله ايضا مستفيد انه اليوم ما في كمان يكون قاعد ما بيعمل شيء، انه بدي يكون انا عم بعمل بالحد الادنى، عندي مسؤوليه معنويه اقل لو اكون عم شارك وخبرنا خبريه انه هو عم يخفف عن جبهه غزه باستقطاب ثلث الجيش الاسرائيلي للشمال ما يعني بس هذا سمعناه هالكلام اليوم اليوم مصادر اخرى يعني اليوم نحن نتابع محللين عسكريين كمان نعم. انه اصلا بالاساس الجبهه الشماليه فيها آه هي بحاجه لهالقد من الجنود وجبهه غزه يعني فيها هذا العدد وتم استدعاء الاحتياطي مش هياخذوا 500 الف عسكري يحطوهم كلهم سوا بغزه يعني بطبيعه الحال رح يكونوا موزعين على اكثر من لا. جبهه في جبهه الجولان في عندنا جبهه جبهه جنوب لبنان وايضا غزه والامن الداخلي بداخل الاراضي الفلسطينيه المحتله وبالتالي برايي هيدي منا منا نظريه معنويه فقط للاشغال انه نحن عم نشغل الحدود وعم نشغل الاسرائيلي، اوكي هيدي نصف نصف موقف بين الموقف المطلوب واللي كانوا عم عليه الفلسطينيين وبين اللا موقف انه نقعد بالبيت وما نعمل شيء بس نهدد لفظيا، فهيدي هي المسار المربح الوحيد بالنسبه لحزب الله، وبالتالي هذا الخيار هذا الوضع اللي شايفينه نحن هلا حاليا هو الاريح للطرفين قرار السلم والحرب حكى فيه كثير كنا نحكي فيه قبل وهالمره هو موضع اختبار هل يصح القول بانه انتهى هالموضوع وطويت صفحته القرار نهائيا اصبح بعهده حزب الله هيدا وخلص وانتهى الموضوع انتهى الموضوع من زمن من بعد 2006 من قبل 2006 بالاساس ما كان مع الدوله اللبنانيه قرار الحرب والسلم كان مع حزب الله استلموا من السوري مباشره بعد ما انسحب النظام السوري حزب الله استلم قرار الحرب والسلم ومن وقتها بنشوف انه حزب الله هو اللي بيقرر اذا في حرب ولا في سلام أعلى. حرب 2006 عملها هو رجع رجعنا وقت رحنا على ال 17 01 وقع عليه والتزم فيه وهو نفسه خرقه وهون كمان بسال شغله اليوم في قرار سبعة واحد و هالمرة لا اخترقوا انا هلا بقول لك كيف الخرق صار وقت اللي صار عنده تواجد داخلي عبر جمعيه اس اخضر بلا حدود يلي هي تنظيم عسكري تحت شعار بيئي وبالتالي شو الدول ما بتعرف انه هودي عسكر ولا بيئيين ناشطين بيئيين اي اسم, اسم ناشطين بيئيين ولكن هن مواقع عسكريه وبين انتهى قصة. القرار 1701 بتقديرك انتهى بما لم ينفذ بالاساس لانه صار في تواجد لحزب الله وكمان اللي نهي انهي هو ما عرف بقواعد الاشتباك طيب اليوم كيف دولتين او في فريقين متنازعين مختلفين وخصمين بيعملوا قواعد يعني قواعد الاشتباك يعني هي اتفاق اليوم متفق انا وياك انه اذا اختلفنا على هيدي هيدي اليه انه كيف نحن بنرد لبعضنا وفي الواشنطن بوست كشفت وثيقه كثير مهمه ما كتير ضو عليها هي قالت انه هيدي الاتفاقيه تعطي حق للطرفين لحزب الله ولاسرائيل استخدام القوة المفرطة بالاعلام ولفظيا للاستخدام السياسي والاعلامي الداخلي لكل واحد لفريقه، فاليوم هذا بيعني انه هذا الاتفاق في اتفاق بين حزب الله واسرائيل على مسار معين للامور تجاوز 1701 واسرائيل كانت شايفة هالتجاوز وساكتة عنه طيلة المرحلة الماضية، كمان اذا بدي ارجع انا فوت بهذا التفصيل ترسيم اللي صار بين بين حزب الله واسرائيل عبر الدولة اللبنانية كيف صار اليوم؟ حضرت البحريه حضرت بحرية حضرت بحرية طبعا كيف صارت؟ وكمان في شيء بعتبره فضيحه حكي عنه الوزير الفرزلي وقت اللي خبر انه تاجل الترسيم الاعلان عن الترسيم لمده من نصف اب لتشرين لحتى يكون قبل ايام من الانتخابات الاسرائيليه. حتى يكون اداه ايجابيه ومساعده للرئيس الوزراء السابق يائير لابيد يلي كان منافس نتنياهو وكانه حزب الله كان يدعم هذيك الحكومه بالانتخابات بده يعطيها ادوات للفوز بالانتخابات اللي وقع ابراهيم يعني حسب اللي عنده صار الاتفاق على عدم اعلان الترسيم وتاجيله لقبل بيومين من الانتخابات الاسرائيليه يعني حزب الله على اتفاق مع جزء من الاسرائيليين يلي آه هو متفق معهم عنده مشكله اشكاليه مع حكومه نتنياهو بس ما عنده مشكله مع حكومه آه يائر بيد قوات اليونيف فهيدي هون برجع معلش لعمليه العماله اللي بيتهموا العالم فيها وغيره العماله واضحه هيدي اسمها عماله مش آه اليوم اذا تكون انت ضد حزب الله بتكون عميل لا هذا من باب الخصومه ومن باب العداء يعني مثل ما بتشوف الامريكان والايرانيه بيحكوا مع بعض بس في عداوه يا هذا يعني عم بحكي كدول عم عن بعض اليوم حزب الله ما له دوله اليوم حزب الله دوله لبنانيه عدوه لاسرائيل ولكن حزب الله هو حزب بالداخل واذا في خيوط من تحت الطاوله باي حق يفتح هذه الخيوط قوات اليونيفيل بيعمل معادله ردع ومعادله اشتباك اه مستقله قوات اليونيفيل البعض يقول انه فريق احصائي كانه كانه يعني كشافي ما بيفيدوا بشيء لا بيوقفوا اشتباك ولا بيقدروا يطلعوا جريح اذا قدروا يطلعوا جريح بالكاد بيطلعوا جريح ماذا تقول بي وكيف تصف وضع قوات اليونيفيل هيدا مشان هيك انا يعني كنت طرقت للبدايه الحديث انه القرار 1701 ما نفذ يعني تم تفريغه من مضمونه وتم تفريغ وجود اليونيفيل من مضمونهم حتى بالبدايات الكتيبه الفرنسيه وقت اللي اجت بال 2007 2008 وقت كانوا متواجدين، كان معهم نوع من الدبابات اللي بيكشف الانفاق. آه تم يعني تسوي بعدين مع حزب الله انه ينسحبوا هالدبابات لانه هيدي بتشكل آه آه كشف امني لعمل حزب الله بالمنطقه، بالتالي اليونيفل بمكان ما آه عطت باس لحزب الله. ثاني نقطه وقت اللي اجت اليونيفل بتبلش تعمل شيء بشغلها العام الماضي تم اغتيال جندي, جندي الإيرلندي. وجرح آخرين وتم تحويلها وعم نشوف كيف قدام أي حدث أو أي خروج معين على الطريق فرعية ما يسمى الأهالي بيهجموا على الدوريات اليونيفل وبيعتدوا عليها وبيحطمون سياراتهم اليوم هاليونيفل هي منا قوات معادية هي قوات لحفظ السلام ولكن حزب الله شيطانة وحولها لقوات معادية لأهل الجنوب علما هذه القوات عم تصرف ملايين الدولارات بالجنوب بالإنماء بالاقتصاد أهل الجنوب الساكنين هناك عايشين من وراء اليونيفيل عم تشغل يعني أماكن معينة عم يستفيدوا منها عاملها كثير أشياء لصمود أهل الجنوب شيطنوها بشكل ما نستفيد منها بس ولكن ما بدنا خليها تعمل دورة مثل كل شيء بده يحظ بالله بده يسخره لمصلحته وهون مشان هيك بقول لك 1701 لم يطبق 1701 اهميته انه بيحفظ امن واستقرار الجنوب هذا اذا و... طبق واذا طبق طبعا بيحمي لبنان وبيسحب الزريعه من اسرائيل لتعتد على الاراضي اللبنانيه بكلمه واحده اخر كلمه باخذ حتى انهي في حرب او ما في حرب ايه او لا حتى الان ما في اي حرب حتى الان هي نحن ضمن الاشتباكات نفسه مع توسيع مرحله وتراجع يعني بهذا بعد المناورات انا بدي اشكرك استاذ شكرا لك. شكرا لك شكرا لوجودك لو معنا وشكرا لهذه القراءه وانا بتشكر بتشكركم مشاهدينا الكرام وموعدنا الاسبوع المقبل بيتجدد بنفس الموعد خليكم معنا